كن على درب التفاؤل، عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي، وإلى هام المعالي أنت في ركب الأوائل. كن على درب التفاؤل، عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي، وإلى هام المعالي أنت في ركب الأوائل. كن على درب التفاؤل، عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي، وإلى هام المعالي أنت في ركب الأوائل. فيك أخلاق عظيمة بالمفاهيم السليمة، وعلى الأسس القويمة تمضي في كل المراحل. ازرع الخير عليهم، واستمع دوما إليهم، كي تعش بالحب فيهم، ترتقي عرش الفضائل. كن على درب التفاؤل، عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ومن والاه، وبعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر للتأخير اللي صار رغما عني، بس عساس لحد ما أجهز، ولأني أصلا أجي من مكان إلى مكان، يعني ما أكون في البيت، فأضطر أنه أجي لحد الأستوديو بس عشان أعمل لكم البث، فأعتذر لأني تأخرت في الطريق. عساكم أطياب، عساكم بخير، ربي يسعدكم ويبارك فيكم، يرضيكم ويرضى عنكم يا رب العالمين. وبالنسبة للتوقيت اللي ظهر لكم، التوقيت المشكلة أنه أنا عاملة هيئة البث حسب الكمبيوتر ثاني، والظاهر أن الكمبيوتر الثاني ما مضبط فيه الوقت، فعشان كذا ظهر لكم الوقت غريبة، يعني ظهر لكم الوقت غير ما هو المفروض يكون. فالله يسعدكم يا رب، اللهم لك الحمد. الله يسعدكم جميعا 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 جميعا، كل من انتظر وصبر، وربي يكتب لكم الأجر يا رب العالمين. اللهم اجعل تجمعنا تجمعا مرحوما، واجعل تفرقنا تفرقا معصوما. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. ربنا اجعلنا في عبادك الذين قلت عنهم حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. اللهم لك الحمد على توفيقك وتيسيرك، ربي لك الحمد. فاليوم يعني سبحان الله، حتى ظاهر عندكم الشاشة في حلويات، في بسكويت، تفضلوا. الله يسعدكم يا رب ويبارك فيكم، لأنه أنا اليوم مغيرة الطريقة في عرض الآيات، لأنه البعض يشتكي أنه الآيات ما واضحة، فعملت بطريقة مختلفة تماماً، بحيث أنه توضح الآيات بالنسبة للأخوات اللي يشوفوا الآيات صغيرة، فقلنا نغير طريقة عرضها وسويناها بطريقة عمودية. فتفضلوا قربوا كما يقولوا بالعماني، البيت بيتكم،
والمكان مكانكم. الله يسعدكم جميعا جميعا، كل من ينضم إلينا في هذا البث، سأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، ويجعل ذلك شفيعا وشافعا لنا يوم القيامة يا رب العالمين. الله يسعدكم يا رب، الله يبارك فيكم. خلونا نبدأ على بركة الله. بس حابة أقول أنه بالنسبة لدورة قواعد التحصين، إن شاء الله يوم السبت سنبدأ دورة قواعد التحصين. بالنسبة لدورة سحر الخلوات، التسجيل مستمر فيها، بس ما راح نأخذ عدد كبير، لأنه المرة الماضية لما أخذنا عدد كبير صارت شوية عملية يعني ضغط، وحسينا أنه الجودة ما إلى هناك. فإحنا إن شاء الله راح يكون العدد أقل بكثير عن العدد اللي خضيناه سابقا، فما حد يزعل إذا أغلقنا التسجيل بعدين. يعني بباغية تسجل وهي في وادها تسجل، تلحق على نفسها وتلاحق، لأنه بعدين راح نغلق التسجيل لأنه يصير العدد كبير. فإحنا مقررين أنه ما نأخذ أكثر من 150 مشتركة، لأنه المرة الماضية لما كان العدد كبير صراحة كان واجد صعب التحكم في المجموعة وفي الأعداد، فهم واجهوا مشاكل وإحنا واجهنا مشاكل، فعساس أنه الجودة ما تضيع علينا قلنا إحنا لا نقلل العدد، أهم شيء أنه الجميع يستفيد والجميع يعني يرتاح في يعني نرتاح بإذن الله تعالى في الجلسة. وحتى إذا كان في تساؤلات أو غيره تكون تساؤلات شوية مقننة، ما تكون تساؤلات كذا كما يقولوا عمال على بطال. فالله يسعدكم يا رب ويبارك فيكم. طبعا الناس اللي تسأل، طب إحنا مشاركين النسخة الأولى هل هي نفسها النسخة الثانية؟ لا، ما نفسها، في اختلاف، في اختلاف، وهذه خاصة ليوم عرفة، هذا شيء. الشيء الثاني، إذا كنت مشتركة في النسخة الأولى وتجي تشترك النسخة الثانية فيكون السعر جدا أقل، فقط بريالين، على أساس أنه إحنا هذه ميزة نعطيها للناس اللي اشتركوا سابقا بإذن الله تعالى، وحابين يتعرفوا على النسخة الثانية بإذن الله. اللهم آمين. كل عام وأنتم بخير، ومن الله أقرب وإلى طاعاته أرغب. اللهم اجعلنا ممن تقرب إليك تقرب المحبة، لا تقرب المصالح. اللهم اجعلنا متوجهين إليك لا لغيرك يا رب العالمين. صلى الله تعالى لي ولكم السداد والتيسير والتوفيق في هذه الأيام. اللهم نسألك إجابة الدعوات وتحقيق الغايات. اللهم نسألك قربك وقرب كل عمل وحب كل عمل يقربنا إليك يا رب العالمين. فدعونا نبدأ على بركة الله، ربي يسعدكم ويبارك فيكم، ونبدأ بالآيات من الآية 126 إلى الآية 127. الآن اللي تقول لي الآية ما واضحة ولا الآية ما نشوفها، التقيب أجي هناك وأخرج لكم من الشاشة وبتقول لي إنه الشاشة ما واضحة ولا الآيات ما واضحة، اليوم الغداء عليها، الغداء عليها، وتغدى عندها، أتغدين على عدنا، ما يخص حد، بس يقول لي الشاشة ما واضحة بيغديني على حسابه. الله يبارك فيكم يا رب، يسعدكم ويرضيكم يا رب العالمين. قلت عم تقول المرة ثانية إنه الشاشة ما واضحة، يشتكي أن الشاشة ما واضحة فأجي أتغدى عندها وتعشيني عندها، خلي نعذبها يكون. الله يبارك فيكم يا رب. خلونا نستمع إلى الآيات الكريمات، وقلنا عندنا ندخل مرحلة ثانية في سورة البقرة، في سورة البقرة نتأمل هذه الآيات، نتأمل كيف أن الله تعالى رحمة بنا ولطفا بنا جعل لنا قبلة وإماما، إمام المرسلين وأبو الأنبياء النبي إبراهيم عليه السلام. ونرى كيف أن هذا النبي له ميزات، الله تعالى يريدنا أن نكون
متبعين لمنهج النبي إبراهيم، وما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا حنيفا كما كان النبي إبراهيم عليه السلام. فكرة حنيف أي أن النبي كان يتوجه لله لا لغيره، وكان الدين هو الإسلام، وكان قائما على الاستدلال بالله تعالى عبر آياته في الكون في البداية، ثم أتى القرآن الكريم وأنزل الله تعالى القرآن على نبيه محمد. فنحن نعبد الله تعالى عبر هذه الآيات، لنوقن أن هناك إله واحد لا إله إلا هو الفرد الصمد. بس تعالوا نشوف أكثر كيف هو خطاب النبي إبراهيم حتى نتعلم كيف نخاطب الله تعالى. وللعلم ترى إحنا سبحان الله هذه أيام حق، وتتناسب هذه الآيات مع هذه الأيام، وهذا من توفيق الله تعالى إنه هذه الآيات تتناسب مع هذه الأيام. فخلونا نشوف ماذا يريدنا الله تعالى أن نتعلم من النبي إبراهيم كما علمنا في قوم موسى. نشوف النبي إبراهيم ما الذي يتميز به، ويريدنا الله تعالى أن نكون كما كان النبي إبراهيم عقلا وسلوكا وتفكرا وخلقا واتباعا. هل نحن كالأنبياء في اتباعهم لله تعالى، ولا عندنا مشكلة؟ تعالوا نشوف هذه الآيات ونستمع لها بإذن الله تعالى. إذن الآية نستمع بفضل الله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. دعوة نبي الله إبراهيم لمكة المكرمة لبيت الله الحرام أن يكون من الأماكن التي تتوافد إليها البشرية، هذا شيء. الشيء الثاني أنه هناك قاعدة وأتى بها النبي إبراهيم، وهي
أن الحياة الكريمة والحياة السعيدة والحياة المنظمة والحياة المتزنة والحياة الطيبة لا تكون إلا مع الإيمان. طيب واللي يكفر له الدنيا ولكن ليس له الآخرة، له الدنيا وليس له الآخرة. لماذا؟ لأن وشوفوا النبي الله إبراهيم، يعني الميزة، وهناك تشابه بينه وبين نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، هو أنه ما دعا على أولئك الذين يكفرون، ما دعا عليهم، لأنه يعلم تماماً أن الله تعالى كرمه يعم. لأنه في ناس تتساءل تقول طب في ناس ما تعبد الله تعالى ومع ذلك عندها الخير، أقول لهم أن الخير دنيوي وليس أخروي، لأنه أصلاً الأرزاق تؤتى بالسعي، أما الجنة تعطى بالإيمان. الأرزاق تأتي بالسعي، يعني إذا أنت باغي رزق هناك قوانين للسعي الله تعالى أقرها لك، في قوانين للسعي، وهذه القوانين إذا فعلها الجميع يحصل على الرزق. طيب أما الآخرة، الآخرة لها أهلها، الآخرة للمتقين، الآخرة لمن يؤمن، ولذلك قد يفوز هؤلاء بقوانين السعي الدنيوية لكنهم في النهاية ما راح يفوزوا بالآخرة. لكن المؤمن الذكي ما يفرط في الاثنين، يعني ما يقول أنا برايو ماريد الدنيا خليني في الآخرة فيعيش حياة الزهد. لا، لاحظوا هنا النبي إبراهيم يدعو وارزق أهله من الثمرات، يعني الخيرات والطيبات عيشوها أول شيء في الدنيا وبعدين في الآخرة، لمن من آمن منهم بالله واليوم الآخر. لاحظوا، من آمن بالله واليوم الآخر، المؤمن أساساً يعيش الحياة ويعيش الجنة في الدنيا وفي الآخرة، وكل الآيات تدل على ذلك. ما في حاجة اسمها أعيش بس للآخرة وأعيش في نكد في الدنيا، لا. طيب إحنا عايشين مشاكل، هل معناه أنه عندنا خلل في إيماننا؟ قد لا يكون خللاً في الإيمان، ولكن قد يكون خللاً في مفهوم الإيمان نفسه، يعني إحنا فاهمين الإيمان غلط، إحنا فاهمين الإيمان غلط. يعني كيف؟ يعني إحنا معتقدين إنه الإيمان عبارة عن عذاب، وأيضاً فاصلين، يعني إحنا عندنا الإيمان عبارة عن التكاليف، عبارة عن التكاليف. يعني أغلب الناس تعتبر الشخص المؤمن هو الذي يؤدي التكاليف فقط، لكن المؤمن هو الذي يعيش، هو الذي يعيش ماله في الدنيا والآخرة، وهو يفهم أنه صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين، يعني في كل تفاصيل حياته ليس فقط في التكاليف، يعني يؤدي التكاليف المطلوبة منه، ذلك من الإيمان لأنه يقيم الصلاة. طيب وفي أشياء ثانية، الأشياء الثانية أنه يتبع سنن الله تعالى في الأرض، سنن الله تعالى في الأرض، ولا يفسد، وينفق مما رزقه الله تعالى. والله تعالى وصف لنا من هم المؤمنين ومن هم المتقين، قالنا من هم، قالنا في بداية السورة في سورة البقرة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وبالآخرة أيضا يوقنون. عندهم أربع صفات أساسية احنا نسميها صفات العقل والروح والقلب والجسد، مفعلين الأربع عناصر في حياتهم، ما مفعلين بس العبادات الجسد فقط، لكن القلب في عالم والعقل في عالم والروح في عالم وحدها، لا، كيانك كله. شوفوا النبي إبراهيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني كامل. ولذلك الإيمان الحقيقي لابد أن يكون كلا وليس جزءا،
ما ممكن تكون مؤمن وانت بس تصلي وتصوم. طب مؤمن ما انفاقك في الارض؟ يقول لك يسب هذا ويشتم هذا ويتكلم على هذا ويغتاب هذا ويسمي نفسه مؤمن، ويصرخ على هذا ولا يحترم هذا ويسمي نفسه مؤمن، ويغضب على هذا ويأكل حق هذا ثم يقول عن نفسه مؤمن، ما ينفع. ويفسد في الأرض، وين الفساد؟ يهجم على ذا ويهجم على ذا، وهو يصلي ويصوم ويروح ما يترك صلاة في المسجد ولكن لسانه متبر منه. إذن ما اكتمل الإيمان؟ يكتمل بالأخلاق وبسنن الله تعالى وتطبيقها كلها. ما ينفع تكون مؤمن وانت في جزئية ما مسوينها من الإيمان. طيب واحدة تقول لي يعني معقول احنا كل شيء نقدر نطبقه؟ لا طبعا، يعني ممكن يكون إنسان مؤمن يطبق كل شيء ولكن عنده جزئية انه شوية ماله، خلينا نقول متردد في اتخاذ القرارات. طيب هاي ما مأثر على حياته خلاص، لكن باقي الأمور هو خلق، هو ممن ينفقون في الأرض، هو من أهل الأثر في الأرض، هم ممن على صلاتهم دائمون، هو ممن حياته من البيت إلى المسجد إلى العمل إلى المسجد إلى البيت. هل يفترض نكون 100%؟ لا، ما في حد 100%، لا يوجد أحد 100% إطلاقاً، ما ممكن نجد شخص إيمانه مكتمل، وهناك درجات في الإيمان. لكن هي الفكرة إنه ما ينفع يكون يعني شو اسمه الشخص نص ونص، يتعبد بالتكاليف لكنه لسانه متبر منه، أخلاقه مع الناس لابد أن تكون أخلاقك، علاقتك بالله جيدة، علاقتك مع نفسك جيدة، علاقتك بالآخرين جيدة، علاقتك في الكون، علاقتك مع الكون جيدة قدر الإمكان. هذا معناته الإيمان يتحقق بشكل كامل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذه لكل أولئك الذين يظنون أنهم قد قاموا بعمل يعني مهم، أو الله تعالى وفقهم لشيء، أو إن الله تعالى يسر لهم. شوفوا الشكر وتهذيب النفس عند النبي إبراهيم، هذه تهذيب النبي إبراهيم، لأنه ممن يتفكر فهو يعلم نفسه ويعلم أن النفس إذا أعطيت مكانه قد تصاب بالعقب. نفس من؟ إبليس ما أعطي مكانه؟ إبليس كان له مكانه ولكنه تكبر وأصيب بالعقب فقال إنه أنا أفضل من بني آدم. طيب ماذا فعل النبي إبراهيم؟ شوفوا الإيمان الحقيقي عندما يتحقق. قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، مو يعني إذا وفقك الله تعالى إلى أمر معين وفيه خير تساعد فيه الآخرين اطلب من الله القبول. لماذا؟ لأن الذي وفقك لذلك الله تعالى، ما أي حد ثاني، والذي أرسلك لهذا الأمر هو الله تعالى، وكان ممكن يحرمك منه، ما لأنك أنت اجتهدت، لأن التوفيق للنهايات هو الله تعالى، هو الله تعالى الموفق، ما أي حد ثاني. عشان كذا في ناس إذا مثلا دفعوا صدقة قال الحمد لله صدقات وندفع، الحمد لله، ومجالس ذكر ونحضر الحمد لله، وكل ما يجي حد يسمع يوم حد يجلس معها الحمد لله، ونتصدق ونزكي ونصلي ونصوم، زي ما لازم تخبر العالم، لأنه هذا الشيء الله تعالى موفقنش عليه، ما مثل غيرنا ما يعرفوا ربهم، ما مثل غيرنا عندهم فلوس وما يتصدقوا، كل ذاك بو قلتيه وبو سويتيه راح هباء منثورا لمجرد أن تتحدثي بهذه الطريقة. ترى في نساء كذاك
الوهج البراق: سمعت قول يقال من لم يعش جنة الدنيا لن يعش جنة الآخرة، فما مدى صحة هذا القول؟ الله أعلم. هذا يقوله بعض المحدثين، لكن ما صحته الله أعلم، لأنه ممكن يكون في ناس تعيش الجنة في الدنيا ولكنهم للأسف ما لهم في الآخرة من خلاق. يعني ممكن يكون عايش بخير وسلام وكذا ولكن ما له في الآخرة من خلاق، فهذا خطير. ولكني أحسب أن الذي يعيش كمدا في الدنيا سيعيش كمدا في الآخرة، لأنه معناه في شيء غلط، لأنه الأصل أن تعيش اليسر وأن تعيش السلامة في الدنيا، وما تعيش السلامة إلا إذا كنت متبعا لله تعالى. والفائز هو الذي يفوز في الأخرى الآخرة، الفائز الذي يفوز في الآخرة. بس كذا، لأنه في ناس للأسف في ناس بالضبط بالضبط مثل ما قالت هدى، مثل تربية الأبناء. البعض عندما يربي أبناء يقول الحمد لله، شوف كيف أولادنا، شوف كيف أولادنا، أولادنا ما شاء الله عليهم، ما يقول إن الله تعالى الذي وفقهم لذلك. ما الحكمة من ذكر النبي إبراهيم في التشهد من بين الأنبياء كلهم؟ طبعا أول شيء النبي إبراهيم، ميزة النبي إبراهيم أنه نبي قائم أول شيء عبد الله تعالى عبر التفكر، ووصل إليه عبر التفكر. يعني وصوله إلى الله تعالى كان عبر التساؤل. إن الأنبياء اللي قبل النبي إبراهيم كانوا يؤمنون بالله تعالى طواعية، مرسولين وهم أنبياء، لكن النبي إبراهيم صاحب رسالة، فهو أول من بلغ الرسالة. يعني البقية أنبياء نعم، ولكنه أول من بلغ الرسالة. طبعا النبي نوح أيضا، لكن النبي نوح كان يتبع، بس النبي إبراهيم ميزته إنه النموذج الحقيقي للإنسان من حيث التفكر. الأصل يعني الله تعالى يريدنا أن نبلغ إلى الله تعالى، نبلغ إليه عبر إيش؟ عبر التفكر، عبر إعمال العقل اللي أعطانا إياه. وهذا الأصل، إنه أنت تتساءل، إنه أنت تطرح الأسئلة، إنه أنت تتفكر. لذلك إذا أولادكم يتساءلوا ويتفكروا ما تهجموا عليهم، لأنهم يؤدون الفطرة. فإبراهيم عليه السلام كان الدين عنده بالفطرة، فكان متوافقا مع فطرته، عشان كذا هو مميز عن من قبله من الأنبياء والرسل. هذه ميزة موجودة عند النبي إبراهيم. هل كانوا الأنبياء يقل؟ لا طبعا ما كانوا، لأنهم بلغوا وأدوا، لكن النبي إبراهيم إعماله للعقل أن يكون له لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قد يكون هذا أحد الأسباب، ولكنه أيضا الله تعالى لما أعطاه مقام البناء، بناء وإعادة بناء الكعبة المشرفة، هو طلب أن يكون له، يعني بمعنى أنه من خلال بناء الكعبة المشرفة نحن نعرف ذكره. يعني أنا مجرد أنه نعرف أن الذي أقام القواعد هو النبي إبراهيم، فنتذكر ونعرف أن الذي أقامها. هذا هل معنى أنها ما كانت موجودة؟ لا، كانت موجودة، لكن الذي أقامها بعد تهدمها كان النبي إبراهيم، فهذا يجعلنا نذكره. وهناك مقام، أنت لما تروحي الكعبة المشرفة
ستعرفين أن هناك مقام إبراهيم فيكون له مكانة، تبقى هذه المكانة واضحة بينة. طبعا بالإضافة إلى الصلاة، الصلاة على النبي إذا مقرونة بالصلاة على النبي إبراهيم، مقرونة بذلك، لأنه أصلا النبي إبراهيم أو النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام هو امتداد للنبي إبراهيم، هو امتداد، هو امتداد. قد تكون يعني أحد هذه الأسباب. طبعا هم المفسرين قالوا هذا معناتها لسان صدق في الآخرين، إنه نحن في الصلاة الإبراهيمية نذكر النبي إبراهيم كما نذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مفسرين. لكن أرى أن الموضوع أوسع من ذلك، ليس مجرد الصلاة، ولكن الأثر الذي تركه والمقام العلي الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى بأن جعل له أثراً، وهذا الأثر موجود في مكة المكرمة، كل من يذهب هناك يسلم على النبي إبراهيم، وحتى نصلي خلف يعني بمعنى صح أمام المقام، المقام لازم يكون أمامنا ما يكون العكس. طيب إذا هنا نتعلم من النبي إبراهيم إنه إذا الله تعالى وفقك إلى مكانة، وهذه المكانة النبي إبراهيم ما أخذها إلا بعدما تعرض لكثير من الابتلاءات، وابتلاءات شديدة، لأنه النبي الذي أتى يعني آمن بالله تعالى بعد التفكر، وبالتالي ظهر بشيء مخالف تماما عما كان عليه آباؤه، مخالف تماما، وهذا يتطلب شجاعة، يتطلب شجاعة ما تتوفر عند أي أحد. ولذلك عندما يكون الإنسان عنده هذيك القناعة والإيمان الصادق واليقين، ولاحظوا النبي إبراهيم الله تعالى تدرج به في اليقين، تدرج به في اليقين، في مقامات اليقين، تدرج به في مقامات اليقين حتى يرتفع إلى مرحلة يستطيع فيها أن يواجه من يواجه أعداء الله تعالى من البشر، حتى إذا رمي في النار النار صارت برد وسلام، تغيرت الخصائص الفيزيائية للنار، لأنه بلغ مبلغ من الإيمان واليقين ما ممكن يتزعزع، ما ممكن يتزعزع. وإحنا ذكرنا مثال سابقا، قلنا لو أنا مثلا لو أنا كشخص ورحت مكان وشفت طير، خلينا نقول هذا الطير لونه أزرق ومع أصفر، المهم ألوان الطيف فيه، وجيت وقلت حال ناس آخرين ما راحوا ذا المكان، وقلت لهم إنه في طير لونه مثل ألوان الطيف، يقولوا تكذب. فأنا ما يهمني، لماذا؟ لأني رأيت بعيني، رأيت بعيني، فهل أخاف؟ هل يعني هل أتضعضع؟ هل أتزعزع؟ هل سيتزعزع إيماني؟ لأني أنا شايف هذا الطير، رأيت هذا الطير بعيني. فلو جاء شخص كذبني ما أهتم، لماذا؟ لأني شفته بعيني. وهكذا النبي إبراهيم رأى بعينه دلائل وجود الله تعالى، دلائل وجود الله تعالى، فلما رأى هذه الدلائل كان خلاص وصل إلى مرحلة ما ممكن، ما ممكن إنه هو إيش يتزعزع. طيب المصيبة الكبيرة أن هناك من يرى دلائل وجود الله تعالى ومع ذلك يتزعزع إيمانه، هذا دليل على إنه متأثر، ما زال هناك شركاء في قلبه. عشان كذا نقول لكم النبي إبراهيم حنيفا، حنيفا يعني الله تعالى فقط من يملأ قلبه. يعني في ناس مثلا تقول لش هل يعقل إنه أنا الأطباء قالوا لي إنه أنا ما ممكن أجيب ذرية، الأطباء قالوا لي إنه ما ممكن.
طيب الله تعالى أراكي قصة امرأة جابت أبناء وهي في عمر 60 أو في عمر 70، وفيه فيه فعلا. تروح بعدين تقول أيوة لكن الأطباء قالوا لي، مع أن الله تعالى أراكي. إذن إيش المشكلة هنا؟ المشكلة أن رأي الطبيب كان شريكا، اتخذت رأي الطبيب شريك. فلو كانت تؤمن بالله تعالى برغم أنه أعطاها دليل أنه في ناس وصلت مرحلة من العمر ومع ذلك جابت أبناء، فإذا هذا شوفوا الإيمان يفترض لما يأتي دليل ما يفترض يتزعزع. طيب متى يتزعزع؟ عندما يكون هناك شركاء، شركاء. لكن لاحظوا النبي إبراهيم ما كان عنده شريك لله تعالى، كان الله هو فقط. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. قلبه، قلبه كامل، قلبه وقالبه، حياته كلها ومماته وسلوكه وتصرفاته كلها لله. كان يفعل كل شيء لله، وإلا هل كان هناك من بشر يستطيع أن هو يترك ابنه وزوجته في 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 الصحراء بدون زاد، ثم يذهب إليهم بعد فترة بعد ما صار عندهم كل شيء يرجع لهم لا ويريد يذبح ابنه؟ هل يعقل؟ ينفع ذلك؟ هل يستطيع ذلك إلا نبي امتلأ قلبه بالله؟ ما ممكن. ولذلك نراجع أحياناً إيماننا. الشيء الآخر أنه الصفة التي يتميز بها الأنبياء هي صفة الشكر، صفة الشكر، صفة الشكر. يعني أن الله تعالى كلما أنعم عليهم نعمة ما قال في نفسه أنا أصلاً الله تعالى واجد ابتلاني، أستاهل، أستاهل أنه أنا أعطى أبني القواعد للكعبة مشرفة، ما قال في نفسه ذلك. ظل يرى في نفسه تقصيرا، فقال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا رب تتقبل مني إنه أنا أبني هذا البيت، برغم أنه هو ابتلي. لكن في ناس مو تقول صراحة أنا أستاهل على تعبي، على الابتلاءات بمرت علي، أستاهل هذه المكانة، أستاهل هذا الرزق، ويظن أن ذلك من الاستحقاق ويقول هذا استحقاقي، أنا استحقيت. لا 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 لا، ما هو هذا الاستحقاق؟ على فكرة في ناس واجد تفهم الاستحقاق شيء ثاني، إنه أنا أستحق لأني تعبت. لا، الاستحقاق قائم على الإيمان بالله وتحقيق الإيمان بالله. وأنا قلتها قبل، لا يمكن أن يكون الاستحقاق يعني إنك أنت تستحق شيء لأنك سويت شيء، بل إنك تبلغ ما تبلغ إذا كنت تثق بالله تعالى وتوقن به، هو هذا الاستحقاق. أما يجي شخص يقول للاستحقاق يعني تفعل تأخذ، لا. شوفوا الأنبياء هنا استحقاقهم العالي، يرجعون الأمور كلها لله، وتوفيق ما هم به من خير من الله تعالى. ولو جلسنا نتكلم عن ذا القانون بالذات يمكن ناخذ ساعات، لكن فلنتأمل. إذا الله تعالى وفقك إلى أمر، وإذا الله تعالى أعطاك نعمة، فاسأل الله تعالى أن تشكر الله تعالى عن هذه النعمة، وأن يعطيك القدرة، القدرة أنك أنت تكون من الشاكرين وتشكر الله تعالى حق شكره. لأنه في ناس واجد للأسف يكون عندهم نعم ولا يحسنون شكر النعم. كيف ينزع الإنسان العقب بنفسه أمام الله من صدره أن يكون كما كان النبي إبراهيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أن يكون الله في كل حركاته وسكناته. وهذا طبعا يعني مقام، يعني خلينا نقول صعب، مقام ما إنه مستحيل، لكنه لا يبلغه إلا موفق. يعني أيبقى فينا شوية، أيبقى فينا شوية. يعني ممكن إنسان يصل يقينه إلى خلينا نقول 70% 80%، لكن ما يوصل 100%.
الكمال، الكمال يعني لن نبلغه، لكن طبعا الأنبياء وصلوا إلى مراتب عالية من اليقين والإيمان، من اليقين والإيمان. طيب نستمع إلى بقية الآيات. شوفوا شوفوا الدعاء، وشوفوا ماذا يعني نبي الله إبراهيم من بعد الأنبياء أخذوا نفس الإيش، نفس المنهج، فهو أبو الأنبياء، نفس المنهج. بعدين لو تلاحظوا النبي يوسف والنبي يعقوب والنبي إسماعيل والنبي إسحاق وكل الأنبياء الذين أتوا بعد النبي إبراهيم عليه السلام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دعاء مستجاب. شوفوا الدعاء المستجاب، ما هو الدعاء المستجاب؟ ربنا واجعلنا مسلمين. دائما المؤمن الذي يريد أن يستجاب له دعاء أول شيء يبدأ بنفسه. ربنا واجعلنا مسلمين، ربنا واجعلني مسلما، وبعدين ومن ذريتي. وحقيقة هذا الدعاء يعني كان جدي كثير الدعاء بهذا الدعاء، يعني كان دائما يدعو لنفسه ولذريته، كان يدعو دائما نفسه وذريته، يعني ما عرفنا إلا أنه يدعو لنفسه ثم يدعو. إذا دعا لنفسه بالحفظ دعا لذريته بالحفظ، إذا دعا لنفسه بالخير دعا لذريته بالخير، كان دائما يربط الذرية. لذلك هل تفكرون بذريتكم؟ هل تفكرون بامتدادكم لما تدعوا لنفسكم؟ طبعا أنا متأكدة الأمهات أكيد دعيا، لكن الرجال، هنا السؤال، الرجال هل يدعون فعلا لأمتهم، يعني لذريتهم؟ هل يدعون بالتوفيق لذريتهم؟ ترى صلاح الإنسان يعني توفيقا لصلاح أبنائه. إذا أنت صالح أيها الرجل فإن الله تعالى سيرزقك من أبنائك من هو صالح، ما ضروري كلهم، لكن سيكون منهم من هو صالح، وبالتالي إذا كان صالحا سيدعو لك. يعني في النهاية أنت المستفيد، بمعنى أنه سيكون امتداد
امتداد لذكرك عند الله تعالى. وشوفوا حتى الله تعالى يعلمنا ذلك عن طريق النبي إبراهيم. ولذلك كونوا أذكياء كذلك كالنبي إبراهيم، ذكي جدا، يعرف حتى كيف يدعو، يدعو لامتداده، لأنه أصلا هو يؤمن بايش؟ باللا نهاية، يؤمن أنه يفترض أثر الإنسان يبقى ممتد، يؤمن أنه، لذلك قال واجعل لي لسان صدق، لأنه يؤمن أنه الامتداد يمتد، يعني الإنسان يفترض أثره يمتد. وفي ناس آثارهم بالرغم من أنهم انتهوا لكن آثارهم ما زالت موجودة، ما زال الناس تستفيد منهم. منهم الناس هذولا الذين تركوا علما ينتفع به، الذين تركوا علما ينتفع به، علم جابوا علم نفعوا به البشرية، ولذلك ينقطع ابن عمل ابن آدم إلا من ثلاث: صدقة جارية، شوفوا خيارات الخيارات، صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلذلك لما تدعي ادعي لك ولذريتك. واحدة تقول لي أنا ما متزوجة بعدني، يعني أنت أصلا لو دعيتي لذريتك هذا من حسن الظن بالله تعالى إنك هتتزوجي وهيكون لك ذرية، إيش المشكلة يعني؟ ولذلك يعني يمكن النبي إبراهيم يعلمنا أساس جدا مهم في الدعاء. لاحظوا ماذا بدأ الدعاء؟ لو جينا نشوف الآيات اللي قبل، في البداية ربنا تقبل منا، بدأ إيش؟ بالثناء والشكر على الله تعالى، ثم ماذا؟ ثم طلب ما يريد، ثم دعا بما يريد. ولذلك إذا جيت تدعو دعاء ابدأ بالثناء والتعظيم: وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. على فكرة لاحظوا الأنبياء، وهناك للأسف ما زالت للأسف بعض العقول فاهم الموضوع غلط. لما نقولهم أسماء الله الحسنى يقولوا هذه من الخزعبلات، إنه كيف يعني نفعل؟ هل الله تعالى محتاجنا إن احنا نفعل أسماء؟ طيب الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. طيب كيف أدعو بها؟ كيف أدعو بها؟ بس بالدعاء؟ أدعو بها بالدعاء؟ هل يعقل أدعو بها بالدعاء وأنا خلقي في الأرض، سيري في الأرض ضلال؟ ما ينفع. وذر الذين يلحدون، ما ينفع. أنت أصلاً كيف تكون؟ أيوة، كما قال التهاني أيضاً، أنه أيضاً نتوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحات. وهذا أيضاً يؤكد على الكلمة اللي قلتها. في ناس تقول إنه تفعيل أسماء الله الحسنى من الأمور اللي ما إلها معنى. أيوة، إنه هذول سحرة. نعم أعرف هذه التي تقول هذا الكلام، ويعني هي للأسف ربما خضت منهج، ولكنه أصلا هذا منهج أهل الذكر وأهل العبادة وأهل الله والعارفين بالله، لو كانت تعرف ذلك ولو كانت تقرأ. لكن المشكلة خضت جزئية غلط، يعني خضت منهج، في ناس تلاعبوا بهذا المنهج، ناس تلاعبوا بتفعيل أسماء الله تعالى وجلسوا يسويوا فعلا تأليفات، وهذا أصلا خطير، يعني ما أخذوا الشيء الصح. من كلمة أفعل يعني قلنا نحول هذه الصفات إلى أفعال، وثم أرى ما الذي أنا أستطيعه وأطبقه كمنهج سلوكي، ولا يقصد به إنه أنا أمتلك طاقة وما أمتلك طاقة وإلى آخره. فذي المشكلة، إنه مثل ما قلت لكم أحيانا الناس ما تفهم وتخلط وحاطتنا كلنا في بوتقة واحدة، مخليننا كلنا في بوتقة واحدة.
يعني تو لما الله تعالى لما النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء شوفوا إيش يقولوا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تمام؟ وقال ربنا تب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أنا أدعو الله تعالى، ولكن في نفس الوقت الله تعالى يدعونا إلى التوبة ويدعونا إلى العفو. طيب كيف أقول التواب الرحيم وأنا في نفسي لا أطلب التوبة؟ يعني لاحظوا، ربنا تب علينا يعني يطلب التوبة تفعيل ولا ما تفعيل؟ أن تطلب التوبة تفعيل. ثم ماذا قال؟ قال تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إذن هذا تفعيل ولا ما تفعيل؟ يعني كيف الواحد يفعل؟ يعني أفعل بس أقول يا رب تب علي تب علي تب علي، ولكني في نفس الوقت لا أقوم بما تتطلبه التوبة من أفعال. يعني أطلب باسم الله التواب إنه يتوب علي، ولكن في نفس الوقت لا أقوم بأفعال التوبة، يعني أصر على المعصية والتوبة لا تتجاوز لساني. ينفع؟ ينفع أي عقل؟ وأنا أقول لهذه المرأة اللي واجد مشغولة بهذا الأمر، يا ريت تنشغل بتدريس اللغة الإنجليزية كما هو عنوان قناتها، بدل ما جالسة تشتغل في قلبي المشاهدات لقناتها. أسأل الله تعالى لي ولها الهداية، لكنه ما كان يفترض كذا بهذه الطريقة. ويمكن هي في جزئيات نعم معاها حق، في جزئيات معاها حق، ولكنه أيضا هناك يعني صار الموضوع متعب صراحة، كثر اللي يتكلم وكل واحد يفتي وكل حد يفتي وكل حد، الله المستعان. وأين الحق؟ سأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. أنا ما أنكر إنه في أشياء فعلا، لكن الإنسان الواعي يعرف يقول هذا الكلام اللي يقولوه غلط، اللي قال هذا الكلام غلط. أما أنت تجي وتهجم علي وأنت أصلا ما قرأت أو ما سمعت إلا جزء منه، يعني ترى على فكرة أنا تجيني ملاحظات. يعني هذا قبل أمس جاتني ملاحظة، وهل الله تعالى محتاج إلى تفعيلنا لأسمائه؟ فسألتهم هذا السؤال، وهل الله تعالى محتاج إلى عبادتنا؟ جاوبوا، ترى هو نفس الشيء. كيف نعبد الله تعالى إذن؟ كيف نعبد الله تعالى إذن؟ يعني الله تعالى يقول ألا تحبوا، يعني إن ما تحبوا الله تعالى يعفو عنكم؟ اعفوا. فصاير بالضبط كما قالت اللؤلؤ المكنون، إنه صاير شربة، الموضوع صاير شربة، اختلط الحابل بالنابل، وما عدنا نعرف الحق من الباطل، وصرنا أي حد قال تفعيل أسماء الله الحسنى قالوا هذا لمال الطاقة، قال هذا لجماعة الطاقة، ولو كانوا يقرؤون في كتب الأولين لعرفوا أن الأئمة يعني نحن نتكلم، ما زلنا نتكلم في تفعيل أسماء الله الحسنى وفي الآية، ما خرجنا عن الموضوع حبيبتي الوردة البيضاء، ما خرجنا، لأنه ما زلنا نتكلم عن تفعيل الأنبياء لأسماء الله الحسنى. فنجدهم في البداية يكونون من الشاكرين. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي إبراهيم عليه السلام ما تحول الموضوع، ولكن نحن نتكلم عن قضية أيضا، والمفروض أن القرآن ما يخرج عن قضايانا، ما يخرج عن قضايانا بإذن الله تعالى، ما تقلقي ما تحولنا. صلوا على النبي اليوم الجمعة، صلوا على النبي. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يعني في البداية اشكر ثم ادعو، اشكر ثم ادعو، اطلب ما دعوت. الشيء الآخر في الدعاء، اطلب لنفسك أولا ثم للآخرين، ادعو لنفسك أولا وادعو للآخرين، لأن الذي ليس له خير في نفسه لن يكون له خير للآخرين. إن لم يكن بك خير لنفسك فلن يكون لك خير للآخرين. فما حد يقول أنا من النوع المضحي وهو يبيع نفسه من أجل الآخرين، لأن المؤمن يبدأ بنفسه قبل أن يبدأ بالآخرين، يملأ نفسه حتى يكون قادر على العطاء للآخرين. فما في واحد يقول يعني أنا أبدي أولادي وأنسى نفسي، لا.
نعم حبيبتي فاطمة، نعم هو كذلك، هو كذلك، وذلك من الثناء. وأصلا كوني أنه أنا أتخلق بهذه الأسماء، وكلمة التخلق يعني أنه تكون أخلاقي، تكون أخلاقي، هذا معناته التخلق والتفعيل، أي تكون أخلاقي مشابهة. وطبعا ما راح أكون أنا تواب معاذ الله، ولن أكون رحيمة معاذ الله، من أنا؟ من أنا؟ ولكن هي الفكرة التخلق بمعنى الإنسان يتقرب إلى الله تعالى عبر هذه الأسماء. لكن كيف أتقرب؟ أحفظها؟ هل التقرب عن طريق أنه أنا أحفظ هذه الأسماء؟ طيب وحفظتها، حفظتها، ولكن خلقي في الأرض، إيش الأهمية؟ ما الأهمية أنه أنا أحفظ أسماء الله الحسنى ولكنه في النهاية الخلق تحت، ما تركب، ما تركب بهذه الطريقة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب. شوفوا الديمومة. ولذلك المؤمن دائما يفكر في الأشياء الدائمة. عرفت الآن المؤمن الغني، المؤمن الغني الذي إيش هو في الأصل غني، دائما ما إيش عنده استثمار. ولذلك الغني ليس غني المال أيضا، ولكن الغني غني العلم، فعلمه يستثمره. يعني شوف إيش النعمة اللي موجودة عندك، إيش النعمة اللي موجودة عندك، هل تفكر بديمومتها؟ كيف يعني؟ يعني مثلا الله تعالى أعطاك صحة، كيف تعمل على أن تجعلها دائمة؟ كيف تعمل على أن تجعلها دائمة؟ إذا ما جعلتها دائمة معناته في عندك مشكلة في إيمانك. ليش؟ لأن المؤمن يفكر في الديمومة دائما، استثماره كبير، استثماره للنهايات، تفكيره للنهايات. طيب ما عندي الصحة، طيب الوقت، الوقت مرة ثانية نرجع نقول أن النبي إبراهيم قال إن صلاتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، شوفوا للنهاية، للنهاية هو لله. إيش إيش الفكرة هنا؟ الديمومة، الديمومة يعني مستمر، مستمر في إنه كل تفاصيل حياته تكون مستمرة دائمة إلى ما لا نهاية، من البداية إلى النهاية. ولذلك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، مستمر، يكمل، يكمل ما بدأته أنا، يكمل ما بدأته أنا. فهنا النبي إبراهيم يريد أن إيش يكون في عباد يكملون. النبي زكريا مو قال إني خفت، خفت ماذا؟ الموالي من بعدي. أيضا يفكر ماذا؟ في ديمومة عمله، يعرف أنه هو راح يموت لكنه يريد أن يكون العمل ماله دائم. من يكمله؟ الذرية، من يكمله؟ الذرية. لذلك مثلا نسمع أنه في ناس مثلا كان والدهم غني، والدهم غني، ثم أن هذا الوالد توفى، وكان هذا الوالد قبل يتبرع ويعطي ويتصدق، ثم ماذا؟ ثم جاء أبناءه بنفس الطريقة. إذن هم امتداد ولا ما امتداد؟ هذا توفيق من الله تعالى. وبالتالي إذا كان في عندك ابن يتصدق، اعرف أن الذي يؤجر أنت وهو، لأنك علمته منهج التصدق. عشان كذا أي إنسان يعلم إنسان شيء فليفرح بذلك ويحمد الله تعالى عليه. لماذا؟ لأنه هو بيروح يعلم آخر وآخر. عشان كذا أهل التعليم هم أهل الأجور، المعلمين أهل الأجور، لكن يجب أن يكون التعليم خالصاً لوجه الله تعالى، ما بس عشان الراتب، ما يكون التعليم عشان الراتب، حتى لا يضيع التعليم من بين أيدينا، وما يكون هدفي بس أنه أنا أخذ راتبي، جملة أنه أنا ما مهم عندي أنت نجحت ما نجحت، ما مهم أنا راتبي واستلمه. انتبهوا ترى هذه خطيرة، خطيرة واجد خطيرة. الأخوات الطيبات المعلمات لما طالبتش ما تنفع أو ما نافعة في التدريس أو في العلم، ما تقولوا لهم هذه الجملة، لأنكم بذلك نسيتم أن الأجر
أجر ذلك التعليم، وأن الأجر أصلاً أجر أخروي وليس مجرد أجر دنيوي. لكن لما تأكدي وتقولي حال طالباتش أنا ما تهموني، ما فارق عندي نجحت وما نجحت، أنا أهم شيء عندي الراتب، فمعناته أنت أهم شيء عندك الراتب وليس الله تعالى. وهذا اعتراف، اعتراف أنه ما مهم عندي الله تعالى. لكن لو لما يكون الله تعالى مهم عندي، لا يوقعني، يوقعني أنه طالب عندي عنده مشكلة وما ساعدته، عنده مشكلة وما سعيت إلى حلها، لم أكن معلما كما يجب. فننتبه من هذه، أنه يعني ما أريد أقول فيها حكم، ما فيها حكم الله أعلم في ذلك، لكنه يعني نترفق بأنفسنا وما نخرج أنفسنا ومن الخير بسبب أحيانا ألسنتنا اللي ما تقيس الكلام اللي تقوله. ما رأيك في البعض الذي يذكر ذاته من أجل الصالحات؟ يعني كان أسخر وقتي لتعليم القرآن بدون ما ألتفت لأهلي وصحتي مثلا، هذا طبعا ما متزن. شوفوا كل شيء لابد أن يكون باتزان. يعني النبي إبراهيم ما كان بس يعمل لعبادة الله، لاحظوا صلاتي ونسكي، يعني كان كل عمل، يعني مثلا في صحته كان يذكر الله تعالى، مع أهله كان يقوم بشؤون أهله لله تعالى. وهذا هو المتزن، أنه كل أعماله هو يذكر الله تعالى فيها ويعمل بها لأجل الله تعالى، يعني يحافظ على صحته حبا في الله تعالى، يقوم بشؤون أهله حبا في الله تعالى، يذهب إلى عمله حبا في الله تعالى، يخصص وقته من أجل الله تعالى وفي الله تعالى، هذا الاتزان. لكنه ما يكون حاجة على حساب حاجة، ما تكون حاجة على حساب حاجة. طبعا احنا وصلنا إلى نهاية جلستنا اليوم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الآيات بعدنا أخواتي يحتاج أن نعيدها، أحس أنه بعده ما زال في نقاط كذا معينة يحتاج أن احنا نرجع لها، لكن إن شاء الله سنعود إليها عبر الإكمال في الآيات القادمة إن شاء الله، لأنها تصب في نفس المنهج في نقاط شوية احنا ما تكلمنا عنها، وراح نتكلم عنها بإذن الله تعالى. وأعتذر مرة أخرى، ربما أحيانا أنفعل في ذكري أشياء ربما يمكن ما تدخل، لكنه أنا أحيانا أذكرها من باب ذكر الأمثال وتوضيح الفكرة، ليس من باب التحدث عن أحد. ربنا نستغفرك ونتوب إليك، ربنا لا تجعل لساننا ينطق إلا بالحق وفي الحق وللحق يا رب العالمين. فإذا كنت قلت كلمة أو تكلمت على أحد لا أقصد بها ربي اغفر لي ولهم، ربي اغفر لي ولهم، ربي اغفر لي ولهم، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا. فما نريد أن احنا نتكلم عن أحد، ولا نريد أنه هنا نتقول على أحد، لكنه هي الفكرة أحيانا فعلا فعلا فقط نريد أنه نذكر الأمثلة من باب التوضيح، لا من باب الفضح ولا التحدث عن أي أحد. وما أريد أتكلم عن أي أحد أصلا، وأنا قلت لكم هذا منهج صلى الله تعالى أنه يحفظ ألسنتنا من أن نتتبع بها عورات غيرنا. ربنا وفقنا ويسر لنا أمرنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا إلى أقرب من ذلك رشدا. اللهم واحفظ ألسنتنا، واحفظ عقولنا، واحفظ قلوبنا، واجعلها عامرة بذكرك يا رب العالمين. وصلوا على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ألقاكم على خير أحبتي، استودعكم الله، تركتكم في ودائعه وحفظه ولطفه، هو ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. السلام عليكم و
ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم. بجاهك دعيتك يا إلهي ولي طلب ولي طلب وسترك وعفوك عني أول مطالبي مطالبي لمن غيرك أشكو هم دنياي والتعب لمن لمن وغبني من أيامي وكثرة غلايبي ويا للعجب من ناس معجبهم العجب رموني وعادوني وهم من أقاربي ونسي حقوق العم والخال والنسب جفوني وذكراهم سبب في متاعبي.